عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق الرؤيا بالأسحار. هذا إسناده ضعيف، وإن كان المعبرون يكادون يجمعون على هذا المعنى، ولأن وقت الأسحار وقت النزول الإلهي، وقت إيش؟ النزول الإلهي. وذكر عامة المفسرين في قوله تعالى: قالوا يا أبانا استغفر لنا، قال سوف أستغفر لكم ربي، قالوا أجلها إلى السحر، أجل الاستغفار إيش؟ إلى السحر. وقد جاء في القرآن عن السحر ما يخفى عليكم الآيات التي فيها فضل الاستغفار بالأسحار. وجاء أيضا قوله تبارك تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فلا شك أن الوقت هذا يكون إيش؟ وقت يعني ربما يكون بالنسبة للنفس يعني والروح يعني وقت اجتماعها، وقت اجتماعها، بحيث ايش؟ لو رأت رؤيا حفظتها وعلمتها، ويكون اقوى في استقبال الرؤيا، يكون اقوى في استقبال الرؤيا، في حفظ يعني دقائقها وتفاصيلها. هو يكون في الغالب في ايش؟ الغالب في نوم الليل، ولكن ما هو قاعدة. قد يرى الإنسان الرؤيا في النهار، وقد يغفل إنسان دقائق يسيرة ويرى رؤيا. ما هو بشرط أن الرؤيا تكون لنوم طويل، ولا لا، الرؤيا إذا كانت رؤيا فإنه لا 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 وقت لها محدد، سواء عاد بالليل أو النهار. وإن كان الغالب أن الرؤى تكون في الليل، قال ثم يرسل الأخرى إلى أجل مسمى.